تعثر غير متوقع للزمالك قدام الاتحاد السكندري في تاني مباراة بعد التوقف بسبب كورونا في الدوري المصري، وفي الدوري المصري اللي كارترون واخده كتجارب تكتيكية وفكرية وكذا حاجة بيقعد يجرب فيها في مباريات، واخد الدوري كتجارب وكإعداد لدوري الأبطال، ولاعيبة مستفزاني جدا وكذا نقطة مستفزاني جدا في مباراة النهاردة وفي الزمالك عموم. فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات أول بأول، ويلا بينا نخش في الحلقة. تشكيل النهارده واللي بدا بيها كارترون تدل ان كارترون بدا ياخد الدوري كتجارب وماشي، اللي هو عايز ينافس على حاجه وعايز يعمل كتجارب لدور الابطال وعايز على الاقل ياخد المركز الثاني علشان يصعد دوري ابطال افريقيا السنه اللي جايه. فالتشكيل اللي بدا بيه النهارده كان باين انه عمال هو بيحاول يجرب فكره جديده. بدا في حارس المرمى محمد الجبل، قدامه الوينش محمود علي على اليمين، حازم امام على الشمال، عبد الشافي بيلعب في اثنين في نص الملعب، طارق حامد جنب محمد حسن، قدامهم فرجاني ساسي على الشمال، زيزو على اليمين، اسلام جابر، وقدام مصطفى محمد فصيل اللي جنبه على الدكه، ونجم وبن شرقي. الزمالك اللي شايفينه من الماتشات الوديه كمان اللي بيحاول يطبقه هي الكرات اللي على الاطراف. الزمالك بيحاول يجمع لعب كتير جدا على الاطراف علشان يرفع عرضيات ويستغل بيها مصطفى محمد. شفناه في كذا كوره او شفناه على العموم من الماتشات الوديه كمان، ماتش المصري وماتش الاتحاد النهارده، ان الزمالك بيلعب على الاطراف كتير سواء للباك او الوينج عشان يرفع عرضيات ليه جوه منطقه الجزاء عشان يستغل مصطفى محمد. بس في حاجه صغيره لازم نركز عليها وهي جوده اللعيبه اللي بترفع العرضيات. عندك ناحيه اليمين اسلام جابر وحازم امام، عرضياته ما بتوصلش لمصطفى محمد في اغلب الوقت. ناحيه الشمال زيزو وعبد الشافي بيرفعوا لاي، ولو ما بيرفعوا برده مش بتروح لمصطفى محمد بشكل مباشر، او بتروح لمصطفى محمد لا اما بعيد عنه شويه لا اما بعيد المدافع بيشيلها، المهم ما بتوصلش لمصطفى محمد اصلا. فجوده اللعيبه اللي بترفع عندك عرضيات مش ولا بد، فلازم ركز عليها الكره في الحته دي. كارترون اللي فرجاني ساسي بيلعب قدام الاثنين نص ملعب، دي فكره كل الزمالكاويه السنه اللي فاتت كانوا بيفكروا فيها ان هو فرجاني ساسي يتقدم قدام شويه. فرجاني ساسي لما قدم النهارده قدام شويه الزمالك ما كانش بيستغل العمق كتير، ما كناش بنخترق من العمق كتير، فرجاني ساسي ما بانش كتير، لكن لما كان فرجاني ساسي بياخد الكوره كان بيحاول يشغل لك الاطراف بشكل كويس. شفناه في كذا كوره النهارده، فرجاني ساسي لما كان بياخد الكوره في نص الملعب كان بيحاول يوزع على الاطراف بشكل كويس، وكانت بتوصل الاطراف سواء لزيزو او اسلام جابر او حسن امام او عبد الشافي، سواء الكرات الطويله او الكرات على الارض. فرجاني ساسي في المنطقه دي لو زنقنا قوي محتاجينه فنلعب بيه بالمنطقه دي بمنتهى السهوله، يقدر يقدم لك مباريات عالميه زي ما قدم النهارده شوط اول كويس جدا جدا جدا. فرجاني ساسي قدم شوط اول عالمي، جاب فيه جون كمان في نهايه الشوط. فالزمالك كان بيحاول يجمع لعب على الاطراف عشان يرفع عرضيات، العمق ما كناش بنستغله كتير، والاتحاد السكندري مش مهددك، انت الاتحاد السكندري مش بيهددك بالمعنى الحرفي. التشوط الاول ضيعت كوره اسلام جابر بدماغه شالها عماد السيد، شالت كوره ثانيه عماد السيد. عماد السيد في العموم من ايام طلع الجيش هو قدام الزمالك بيقلب بوفون، يعني متعودين على عماد السيد بالشكل ده من ايام لما كان بيلعب في طلائع الجيش، هو قدام الزمالك بيقلب بوفون واحنا متعودين عليه على كده. بقى مش تستغربوش بعماد السيد النهارده، حتى لو شفتوا ماتش جد الاتحاد بيخش فيه جوان كارثيه ما تستغربش، اللي قدام الزمالك دايما بيبقى كده. الزمالك بيخرج الشوط الاول 1-0 جون كويس جدا، فرجاني ساسي يا دوب استلم شاط على طول جول، ودي حته هتنقلنا لنقطه ثانيه مستفزاني جدا. لعيبه الزمالك لازم كل ما يستلم الكوره لا اما يرقصها استلم زياده عن اللزوم، يا اما ياخدوا الكوره ويقعدوا يغيروا الاتجاهات ويعملوا لف ودوران، يا اما ياخدوا الكوره ويتطرفوا على الطرف. ليه لعيبه الزمالك مش بتاخد الكوره تشوط على طول والمرمى مفتوح قدامها؟ شفنا فرجاني ساسي النهارده يا دوب استلم على صدر الكوره نزلت شوط جول، كذا كوره بتيجي لاسلام جابر وكذا كوره بتيجي لزيزو، لازم يحنكشوا بقى يلم واحد واثنين ويعدوا هوبا يقلب بقى رونالدينيو. زيزو مستفزني جدا 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 في ماتش النهارده، مستفزني جدا، كل كوره لازم ياخدها ويروح على الطرف عشان يقعد يرقص، كل كوره ياخدها على الطرف يروح يرقص. نوعا ما اسلام جابر كان بيخش العمق شويه، لكن زيزو على الطرف على الطرف على الطرف على خط على خط على خط، لازم يرقص لازم يرقص. العب كوره يا معلم، العب كوره. دي حاجه كانت مستفزاني جدا في ماتش النهارده، هي تضييع الفرص بسبب الحنكشه الكرويه اللي لعيبه الزمالك بتعملها. دي حاجه ليه بتعمل كده؟ ليه؟ مش فاهم بصراحه. خرج الاول 1-0 دي كانت حاجه كويسه جدا للزمالك انه يخرج الشوط الاول 1-0، لان الزمالك دخل الشوط الثاني بنفس الشكل بتاع الشوط الاول، مفيش اي تغيير، مفيش اي تغيير حتى في التكتيك بتاع الفريق. الضغط العالي للزمالك كنا بنأمل اللي هو يطبقه مش بيطبقه بشكل كبير، مش بيطبقه اللي هو اللعيبه بتضغط هاي بريس ضغط كبير، لا هو اللعيبه بتضغط على استحياء،
على الصحيح مش ضغط كبير. فرجان زيزي كان ياخد حريه هجوميه بالحمايه بتاعت محمد حسن وطارق حامد. ومحمد حسن قدم مباراه كويسه جدا النهارده بصراحه، كان بيقطع الكره من غير فاولات كتير. طارق حامد ومحمد حسن في نص الملعب كانوا نوعا ما ماسكين نص الملعب شويه، حاكمين نص الملعب شويه، بيقطعوا الكرات ما بيعدوش لعيبه الاتحاد السكندري بسهوله. في لعيبه في المباراه كنا محتاجين نشوفها من بدري شويه، ونجم وبن شرقي كان المفروض تبدا بيه الشوط الثاني. اسلام جابر وزيزو تسحبه وتنزل بن شرقي ونجم. كنت محتاج تشوف بن شرقي ونجم كتير شويه الشوط الثاني، لكن ونزلهم نوعا ما متاخر، نزلهم بعد الدقيقه 60. فانت التغييرات اتاخرت نوعا ما، نزلتهم استنينا التغييرتين، نزلت نجم ونزلت بن شرقي، بس برضه ما نزلتش بن شرقي كطرف، لا انت نزلت نجم بدل اسلام جابر، وده تغيير لاعب عادي. ورحت منزل بن شرقي بدل محمد حسن، ورجعت في الجيم اساسي جنب طارق حامد، ونزلت بن شرقي هو اللاعب نمره 10 او تحت منك. وهنا بقى يجي مربط الفاص. النهارده بن شرقي لما نزل شفنا شكل تاني لشكل الهجوم بتاع الزمالك، شفنا ضغط كتير كبير جدا على دفاع الاتحاد، شفنا مثلثات ما بين فيرجيل سيسي وطارق وبن شرقي، شفنا ثرو اول ما طارق اول ما بن شرقي نزل يا دوب عمل 1 2 مع طارق حامد، طارق حامد طلعه ثرو بهو والمره. بن شرقي لعيب خطير جدا جدا جدا، من اخطر اللعيبه اللي في الزمالك، لازم الماتشات الجايه نشوفه اساسي في ماتشات الدوري، لازم نشوفه اساسي في ماتشات الدوري، واكيد في دوري الابطال نشوفه اساسي. لكن التجارب اللي بيعملها كارترون نوعا ما انا مش مقتنع بيها. اللي انت تاخد الدوري كتجارب او كماتشات وديه وتبتدي تجرب خطط وتجرب تكتيك، ده انا مش مقتنع بيه. تلعب ماتشات رسميه، خد الماتشات بجديه. انت دلوقتي بتنافس على المركز الثاني مع بيراميدز ومع مقاولين العرب تقريبا. فالدوري خلاص بنسبه كبيره اتبعت عنك بعد التعادل بتاع النهارده، حتى لو كنت بتعمل ان انت تفوز الدوري، لكن النهارده لازم تنافس على الدوري على المركز الثاني على الاقل عشان تلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. بالشكل اللي بنشوفه كارترون اللي هو بيحاول يعمل تجارب اكتر او فكر تكتيكي يغير اكتر او يجرب شويه حاجات، دي انا مش مقتنع بيها. جرب الحاجات دي في ماتشات وديه، لكن ماتشات رسميه تلعب الفرق في الدوري المصري مش كلها زيك، مش كلها واخده الدوري اللي هو تجارب، لا، لعيبه الدوري المصري او فرق الدوري المصري نازلين بيلعبوا بجديه كبيره جدا، بجديه كبيره جدا. لازم 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 شغل التجارب ده يهدى شويه من الزمالك، وتشوف افضل، نشوف شكل افضل لازم، نشوف شكل تكتيك افضل. لان الشكل اللي احنا شفناه في ماتش المصري وماتش الاتحاد ما يطمنش، من وجهه نظري ما يطمنش. تروح بالشكل ده ضد الرجاء مثلا في المغرب ما يطمنش خالص 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 خالص. فانت لازم حوار التجارب ده يموت بقى، تاخد الماتشات بجديه. شويه لعيبه لازم نحط عليها بقى علامات استفهام كبيره جدا جدا جدا. اولهم مصطفى محمد في ماتش المصري جاله 3 4 فرص ضيعهم، جه في ماتش الاتحاد النهارده جاله برده 3 4 فرص برده ضيعهم. فانت مصطفى محمد مش فاهم ليه الفكره، مش فاهم ليه مصطفى محمد مش شايف كده بعد التوقف، الله اعلم ايه اللي فيه. لازم نشوف في الماتشات الجايه تغييرات. لو انت بقى بتجارب وكده جرب المهاجم الوهمي، العب بن شرقي كمهاجم وهمي، مش لازم مصطفى محمد، وريحه شويه. لو هتاخد بجديه ادي مصطفى محمد فرصه، لو لقيته في الشوط الثاني ها مش باين مش شايف برده زي ماتش مصر ماتش الاتحاد اسحبه على طول. الزمالك النهارده خرج بتعثر في اخر ده المباراه 1-1. تعثر مش هياخرك كتير على المركز الثاني، اللي انت بتنافس على المركز الثاني بشكل صريح، يعني مش هياخرك كتير. ممكن في نهايه الموسم في المركز الثاني ممكن جدا جدا جدا. تجارب كارتروز لازم تعمل تجارب حيه، تجارب اللي هو انا بجرب عشان اعمل فكره معينه، لكن شفناه النهارده ما فيش اي تجارب لفكره معينه. نفس اللعيبه، نفس التشكيل، نفس التكتيك، نفس المناطق، بس تغيير مراكز او تغيير لعيبه في من مراكزها بس. الماتش الجاي تقريبا عندك اف سي مصر، ماتش نوعا ما يبقى صعب، مش صعب نوعا ما، الفريق الثاني داخل الفريق تقريبا الاخير الدوري، فداخل عايز يهرب من الهبوط، فتلاقيه بيلعب بشراسه كبيره جدا. التجارب او شكل شفناه ضد مصر او الاتحاد مش عايز اشوفه ضد اف سي مصر، ومش عايز اشوفه ضد الاهلي بكل تاكيد. فلازم كارتروني يركز في الماتشات اللي جايه، لازم 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 نشوف لعيبه فايقه، لازم زيزو يفوق، لازم مصطفى محمد يفوق، اسلام جابر يريح شويه، نلعب باب ونجم وبن شرقي، لازم لعيبه كتير جدا تفوق في الماتشات اللي جايه عشان على الاقل دوري ابطال افريقيا. في الاول وفي الاخر ده قرار يعني مباراه تل زمالك والاتحاد السكندري. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل الزمالك قادر على نهايه الدوري في المركز الثاني ولا ممكن يتعثر ثاني ويفقد المركز الثاني في نهايه الموسم؟ قول رايك في الكومنتس، ولو حابب تقدر تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول، وطبعا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك وتويتر وتويتر كمان على الخطابه. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.